تعد رواية الغريب لألبير كامي من أشهر الروايات العالمية. كتبها باللغة الفرنسية عام 1942 ونقلت العربية عام 1990 بترجمة العايدة إدريس ومحمد غطاس، ثم في عام 2014 بترجمة محمد أيت حنا. تنتمي الرواية للمذهب العبثي في الأدب، وقد كتبها كامي ضمن سلسلة مؤلفات تصف شخصيته التي لا تستطيع إيجاد هدف أصيل في حياتها. كامي أو ميروس كاتب الرواية هو واحد من الغرباء الذين يشعرون بالتمرد وعدم الانتماء لمجتمعهم، فيعيشون في عزلة نفسية وأخلاقية. عند قراءة الرواية يمكن القول إن الكاتب كان موفقا في اختيار العنوان الذي اختزل أهم الخصال النفسية التي سنعيشها مع ميرسو، والتي يمكن حصرها فيما يلي. الغربة الأولى اللامبالاة. تعتبر اللامبالاة الخصلة الأولى التي ميزت هذا الغريب. فأول ما يطالع القارئ لرواية كامي قوله: اليوم ماتت أمي، أو لعلها ماتت أمس، لست أدري. وصلتني برقية من المأوى، الأم توفيت، الدفن غدا، احتراماتنا. وهذا لا يعني شيئا، ربما حدث الأمر أمس. صفحة 7. عند وفاة والدته التي كان قد نقلها إلى مأوى المسنين، لم يبدو عليه أي تأثر. تلقى خبر وفاتها تليفونيا من مدير المأوى مثل أي خبر عبر الأثير أو على صفحات الجرائد. قضى يومه بشكل اعتيادي، وصل عند أمه لم يذرف دمعا أو يلقي نظرة الوداع أو يقبل الجبين كما يفعل عادة الناس الأسوياء، بل استبدت به الرغبة في التدخين. تردد في ذلك وهو واقف على تابوت الوالدة، فبدأ له الأمر غير ذي شأن، فقدم وقتئذ سيجارة للبواب ودخن معا. حتى بعد أن أهيل التراب فوق تابوت أمه، لم يفكر سوى في الانصراف والاستلقاء في الفراش والنوم 12 ساعة. الغرابة الثانية الحاجات المادية الجسمية مقدمة على المشاعر والأحاسيس. ربما لهذا السبب لم يبكي كامي أمه، لأن السفر أرهقه. لذات السبب رفض التعبير عن مشاعره تجاه عشيقته ماري كاردونا، التي لا يرى فيها سوى ذاك الجسد الذي يقضي فيه مكبوحاته الجنسية. يقول كامي: كانت ترتدي إحدى مناماتي بعدما شمرت كميها، رغبت فيها مجددا، وبعد برهة سألتني هل أحبها. أجبتها أن لا معنى لهذا الأمر، فاكتست هيئتها سماء الحزن. صفحة 45. الغرابة الثالثة الاستهتار بالحياة. يختصر كامي مغزى هذه الرواية بهذه الجملة التي جاءت على لساني: في مجتمعنا كل رجل يرفض أن يبكي على والدته يعدم. لماذا نبكي؟ سنموت جميعا عاجلا أم آجلا. لقد طرح الموت في رواية الغريب بوصفه عائقا أمام الإحساس بزخم الحياة، ما جعل ميرسو كامي يعتبر الموت والحياة سواء، وبالتالي عدم الإحساس بقيمة هذه الحياة. يظهر هذا في قتله للعربي خصم صديقه ريمون، لأن الشمس أزعجته بكل برودة أعصاب. لمست سبابته الزناد فأطلق 5 طلقات عبر عنها بقوله: كان الأمر أشبه بطرقات خفيفة أطرقه على باب الشقاء. صفحة 72. في غمرة صوت المسدس نفض العرق عن جبينه وأيقن أنه دمر توازن النهار. حين قدم أمام أنظار المحكمة قام بسرد أحداث الجريمة بدقة عالية دون مراوغة في الحقائق لتبرئة ساحته أو بحث عن تبريرات لجرمه. فالتيمة الأساسية التي تقبع خلف هذه الأحداث والتي يريد كامي الكشف عنها بأسلوب إيحائي هي عبثية الوجود الإنساني. فميرسو يجسد الشخص الذي لا ينسجم مع النمطية الحياتية السائدة، شخص غريب
غير قابل للاستيعاب أو التعقيل. في خاتمة رواية الغريب نقل لنا بطل الرواية أمنية أخيرة قبل إعدامه، وهي أن يحضر إعدامه جمع غفير وأن يستقبلوه بصرخات حقد. إن الرواية في لغتها الأصلية بالفرنسية لتخونجي كتبت بلغة سلسة سهلة، لغة خالية من الميتافورية والشعريات، بالتالي فهي تركز على ما سماه ياكوبسون الوظيفة الإفهامية، وهي وظيفة خاصة بمستهلك النص لا بمنتجه، ولعل هذا ما جعل ترجمتها أسهل، فكان لها القبول وكثر قراؤها من العالم العربي. رواية ألبير كامي رواية مهمة في بابها لأسباب عدة، فهي من الروايات التي تمتاز بالقصر لكنها تمتد وتطول على مستوى الزمان والأحداث، وهي مهمة لموضوع روائي كاشف لإشكالية فئة عريضة داخل المجتمعات مأزومة بالعبث الذي قد يخرج الإنسان من آدميته إلى إسقاطه في مضان البهيمية اللامبالية لسلوكاتها وتصرفاتها تجاه الخلائق والوجود برمته. فكوجيت هذه الشخصيات أنا عبثي، إذن أنا موجود. في اجتهادي فكل ما أراده الكاتب هو رصد خيط من خيوط انفصامه الذاتية مع أناه المتصارعة مع الآخر، وهذا سبب في تكامل الغريب كرواية دون اكتمالها كأحداث، بحيث وقف كاتبها عند وصف أغوار المحاكمة وظهور بعض مؤشرات الحكم بالإعدام. متتبعي قناة الشامل الأفاضل، إلى هنا نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إضاءات، على أمل اللقاء بكم مجددا في إضاءة فكرية جديدة. شكرا على المتابعة وحسن الإصغاء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.